مصر ثروتها الحقيقية في البشر، عندنا شخصيات أكابر على المستوى المهني وعلى المستوى الإنساني، عندنا شخصيات لسه ينطبق عليهم فكرة الحكيم المبدع. ضفنا واحد منهم، ورغم تحققه في حياته العملية وبلوغه في جراحة الكبد أرفع الدرجات ووصوله إلى منصب وزير الصحة، لكن هو عنده أحلام مؤجلة لأنه هو أديب وقصاص وشاعر ويعني حاجات كتيرة كده. يمكن النسيج الإنساني ده صنع منه شخصية مختلفة، فبقى الحكيم الأديب اللي توقع له الأديب الكبير يوسف إدريس أنه يكون واحد من أهم كتاب القصة القصيرة، لكن الطب وأوجاع الناس أخدته من تحقيق حلمه الخاص، وبقى رائد إدخال زراعة الكبد في مصر اللي أدخلها صحيح دكتور ياسين عبد الغفار الأيقونة الكبير، لكن اللي كمل هذا الحلم وبقى راسخ على الأرض هو ضيفنا النهاردة، واللي ليه تجارب إنسانية واسعة جدا وكبيرة جدا في الحياة، من حرب أكتوبر للأعمال الخيرية لتفاصيل كتيرة جدا. إحنا عندنا سعادة وامتنان وتقدير شديد جدا ان شخصية زي حضرتك منورانا النهاردة في استديو الستات على النهار. كل التحية لحضرتك دكتور عمرو. تحياتي لكم يعني، والحقيقة انا اشكر المقدمة، لكن انا يعني بنتمي لكل مواطن مصري في ارض هذا البلد الفريد الغريب، اللي هو يعني لما حتى رحت زرت وادي الحيتان في الفيوم، فأدركت كم كان قديما هذا البلد. يعني احنا بنقول مصر القديمة دي 7000 سنة، لا ده فيه يعني يمكن عشرات ومئات الألوف من السنين من قبل كان فيها بشر في هذا الموقع اللي اسمه مصر، اللي هو يعني حتة قلب الناس كلها تروح لها تتجه إليها، وبدأت الحضارة الإنسانية هنا في هذا البلد. وهناك لغة كانت قريبة من الهيروغليفية وموجودة في متحف وادي الحيتان، فالواحد أدرك أكتر وأكتر مدى عمق وأصالة هذا البلد اللي أنعم ربنا علينا إن إحنا نكون فيه، وكل البشر في هذا البلد بياخدين نفس النمط، فيهم صفات يعني واحدة، وإحنا حتى في علم الجينات لقوا ما فيش اختلاف في جيناتنا حتى ما بين أديان مختلفة ولا غيره، إنما إحنا فينا عنصر مشترك جدا، لأن ده مهد الحضارة حقيقة هو هذا الوطن. دكتور عمرو حلمي، الأول أنت منورنا ومشرفنا، وده يعني قيمة رهيبة لبرنامج ستات إن أنت تبقى موجود معانا، بس حقيقي التاريخ بتاع حضرتك في حاجات كتيرة جدا ونقط كتيرة جدا ومحطات مهمة قوي إن إحنا نتكلم فيها، بس أول محطة يحقك لازم يعني نعرف الناس اكتر ان من حضرتك من او اول طبيب عمل زرع كبد لام وابنها في الشرق الاوسط. انا اشتركت في ايوه في وش في حاجه انا ده يعني رحت بعثه اسمها بعثه السلام للولايات المتحده. اوكي. وتعلمت زرع الكبد. انا كنت قبل كده بشتغل يعني جراحه عامه وجراحه جهاز هضمي وجراحه القنوات المريه والكبد غويتها من سنه 77، لكن في 15 يناير 90 رجعت من الولايات المتحده يعني متعلم زرع الكبد هناك، وطبعا ما فيش في مصر زرع كبد خالص كان وقتها. وبعدين فالاستاذ الدكتور ياسين غفار طلب يقابلني، عرف مني تاريخي المهني، فطلب ان انا انتقل من كليه الطب الى معهد الكبد اللي هو كان انشاه في جامعه المنوفيه. فلما رحنا هناك ما فيش شهر وقال لي هو هيستضيف الدكتور ناجي حبيب. الدكتور ناجي حبيب مصري وكان هو امتياز وانا النائب بتاعه زمان. اوكي. في عين شمس، وراح انجلترا، وانا اللي كنت شجعته يسافر لانه مواهبه كانت اكتر من استيعابها من الزملاء هنا ساعات. فزه، فالحقيقه عمل في انجلترا يعني نجاحات كويسه، فالدكتور ياسين اتفق معاه يجي يعمل جراحه زرع كبد، وابقى انا بساعده فيها لانه انا جاي لسه امريكا متعلمها، وبقيت فريق المعهد يبتدي اسم الجراحه بيه. يعني اسم الجراحه ابتدى في سبتمبر، كنا في 91 كنا اكتوبر بنزرع، فاول عمليه دي اتعملت من ام لابنها في عملية إلياء من متبرع حي لطفل كان أياميها
الاول دايما من حديث الوفاء لاي حد كبير او طفل. وبعدين بدات حاجه اسمها ممكن متبرع حي لطفل عشان ناخد في الكبد له مثلا نقول فصين, يعني الفص الشمال اصغر من الفص اليمين. فياخد الفص الشمال من الام او الاب او يدوه للطفل اللي هو بطنه يستوعب الفص الشمال. فلما تمت العمليه دي في مصر كانت رقم 21 في العالم في تاريخ زراعه الكبد من حي من حي الحي. بس كان من بالغ لطفل, وكانت اول عمليه في ساعتها في طبعا الوطن العربي والشرق الاوسط وافريقيا وغرب اسيا واغلب امريكا اللاتينيه واغلب حتى الولايات المتحده. وانت كنت مشارك فيها؟ وانا كنت يعني المشارك الاول. مشارك الاول يعني قائم مع الدكتور ناجي.